اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في حلقه جديده من ماده الصناعات الغذائيه. هناخد النهارده مع بعض وحده من الوحدات المهمه، الوحده الثالثه في ماده الصناعات الغذائيه، هي عباره عن صناعه الحلوى الطحينيه. الحلوى الطحينيه تعتبر من المنتجات الاصيله والمنتجات التي يتميز بها بلاد المشرق بشكل عام او البلاد الشرقيه بشكل عام. الحلوى الطحينيه لنا باع طويل جدا فيها، ولكن لما اجي اقول اصلي النوع ده من الغذاء فكان تركيا هي تعتبر من الدول الرائده في صناعه الحلوى الطحينيه، وما زالت الى اليوم تعتبر من اجود انواع الحلوى في تركيا او روسيا او بلغاريا. دي دول منشا زي ما بنقول او الدول اللي صنعت الحلوى الطحينيه. لها اشكال كتير ولها قوالب كتيره، ومنها الساده، ومنها نضاف لها جزء من الكاكاو والشوكولاته، جزء منها نضاف لها حلوى النقل. حلوى النقل بالمناسبه عشان الناس لما بتسالنا ابنائنا وبناتنا الطلبه اللي بيشاهدونا، الحلوى النقل اللي هي عباره عن المكسرات اللي هي البندق واللوز والجوز والشوز وعين الجمل وايضا الفول السوداني، دي اللي بنسميها حلوى النقل، بتضاف داخل الحلوى الطحينيه. انتقلت بعد كده الى دول اخرى من بينها مصر، اعتمدت في البدايه على الايدي العامله، يمكن اقول لحد فتره قريبه او لحد ما احنا يعني برضه دلوقتي الحالي في جزء من المصانع بيشتغل فيها بالشكل اليدوي، وجزء من المصانع المحدث بيشتغل فيها بالنصف الي، وجزء من المصانع ترك الجزء اليدوي خالص ودخل حتى في عمليات العجن النهائيه اللي هي بتتم ما بين السكريات او الجلوكوز او نضج السكريات اللي موجود مع اضافه عرق الحلاوه مع اضافه انك انت توصل انك تعملها بالعجنات الاليه، وبالتالي يعمل خلط وعجن، وبالتالي يوصل لقوالب الحلوى الطحينيه. هي دخلت عليها بشكل كبير في الفتره الاخيره اللي هي القوى المحركه، يوصل فيها المعدات والالات، وبالتالي حدثنا كتير قوي في المصانع اللي بتصنع الحلوى الطحينيه اللي موجوده في مصر، واصبحت على غرار دول كبيره زي تركيا وروسيا وبلغاريا وبعض الدول الاوروبيه اللي بتشتغل في صناعه الحلوى الطحينيه. القيمه الغذائيه بقى للحلوى الطحينيه، انما ذكر الحلوى الطحينيه فرقم واحد لو انا بتكلم فانا بقول الحلوى الطحينيه عباره عن ايه؟ وانا لو عرفت تركيب الحلوى الطحينيه فالاصل في النهايه لو انا بفكر شويه تفكير بسيط ان انا اوصل في النهايه ايه القيمه الغذائيه المترتبه على الحلوى الطحينيه؟ الحلوى الطحينيه عباره عن سكريات، عباره عن طحينه مضافه اليها، بعض المواد الاخرى اللي هي حلوى النقل لو انا بضيف مكسرات زي اللوز والجوز والبندق حسب الاضافه بتاعتي، زائد مستخلص عرق الحلاوه. فلو انا بقول ايه بقى القيمه الغذائيه فرقم واحد عندي السكريات بشكل عام، فبالتالي بتديني مصدر كبير جدا من الكربوهيدرات، ده رقم واحد. رقم اتنين بستخدم بقى فيها سمسم، والسمسم انا بستخلص منه في النهايه الطحينه اللي محتوي على جزء كبير جدا من زيت السمسم، وبالتالي يهمني اقول لك ان في جزء كبير جدا من الفيتامينات والعناصر المعدنيه، وكمان هي مدره للبول ومدره للالبان خصوصا في السيدات المرضعات، فبالتالي تعتبر من ضمن ايضا القيمه الغذائيه بتاعتها. علاوه انها فيها جزء من فيتامين اي، وهو فيتامين خاص بالتناسل والاخصاب سواء في الذكور او الاناث، وبالتالي يعتبر ايضا من ضمن القيمه الغذائيه بتاعتها. فانا لو وصلت وعرفت التركيب فانا بوصل في النهايه انا اقدر اقول القيمه الغذائيه الموجوده عندي ايه في الحلوى الطحينيه. هي ماده غذائيه عناصرها الاساسيه زي ما انا بتكلم واقول هي العناصر الاساسيه بتاعت طحينه السمسم، السكر، حلوى النقل، وبالتالي فهي بتحتوي على جزء كبير جدا من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والعناصر المعدنيه والفيتامينات. ايضا من ضمن القيمه الغذائيه بتاعتها ان هي معظم العناصر سواء تستعمل كمواد مولده بالطاقه الحراريه كما تعمل على بناء وتكوين الانسجه. ايضا من ضمن الفوائد بتاعتها او القيمه الغذائيه بتحتوي على فيتامين اي اللي هو مشهور في عمليات التناسل والاخصاب، وايضا في تنشيط ادرار الالبان خصوصا في السيدات المرضعات، يستخدم في علاج الامساك وعلاج ادرار البول، وايضا في علاج السعال. عندنا بقى نوعين من الحلوى الطحينيه، في حلوى طحينيه سكريه اللي انت تعرفها وانا اعرفها، قوالب الحلوى الطحينيه بتاعتنا اللذيذه الجميله اللي احنا بنشوفها في الاسواق،
سواء اللي هي الساده او اللي بالمكسرات اللي احنا بنشوفها ديت، دي جزء احنا كلنا بنعرفه بالحلوى الطحنيه العاديه خالص. بس عايز اقرب لك الموضوع، في ناس اسمها حلوى طحنيه سكريه، في نوع اخر من الحلوى الطحنيه اللي هي الحلوى الطحنيه العسليه، هي شبيهه قوي بالعسليه اللي احنا بنبيعها ولكن بتبقى طريه اطرى شويه، وغالبا هنا بدل ما بيستخدم سكريات بيضيف مع الطحينه اللي هو ضيفها جزء من العسل الاسمر. اقول لك حاجه يا ابننا وبناتنا الطلبه، تعالى في البيت جرب، هات معلقتين ثلاثة من العسل الأسمر وهات معلقتين ثلاثة من الطحينة وحطهم على بعض وقلبهم كويس. واحنا كنا مشهورين بأكل دايما العسل الأسمر عليه الطحينة، بس احنا كنا بنقلل نسب الإيه؟ الطحينة. لو أنت لو حطيت مقدار متساوي من العسل الأسود على الطحينة اللي موجودة عندك وعملت ليهم عمليات هرس، هتوصل في النهاية للشكل بتاع العسلية اللي هي موجودة دي، أو الحلوى العسلية أو الطحينة العسلية اللي موجودة. على فكرة في طرق لصناعة، طبعاً طريقة القراية العلمية اللي احنا بنتكلم فيها صناعة الحلوى الطحينية اللي هي عملية السكر وإنضاج السكر ثم الطحينة واستخلاص الطحينة ثم استخلاص الحلاوة، وكل ده هنقول بالتفصيل. لكن ممكن على فكرة ممكن أعمل حلوى نية، أو أعمل حلوى طحينية نية. إزاي؟ حاجة معلومة كده لأبنائنا وبناتنا الطلبة على هامش الجزء بتاعنا، أنا ممكن في البيت أعمل حلوى طحينية مش بالتسكينة، حلوى طحينية مش معموله بالانضاج، يعني حلوى طحينيه نيه. لو انت في البيت جبت مقدار او كوبايه صغيره من سكر بودر، وجبت جنبيها كوبايه صغيره من لبن بودر، وجبت كوبايه صغيره جدا من الطحينه، وخلطت الثلاثه دول كويس قوي مع بعض وعجنتهم مع بعض، هتكتشف ان هي من المخلوط ده هيديك حلاوه طحينيه زي اللي انت بتشوفها بره. يبقى طعمها كمان اجمل ورائحتها حتى اجمل، هي بس فيها عيب طبعا لان معموله على البارد، فيها مواد متميعه، فالنوع ده لو عملته في البيت انا بنصحك ان انت تستخدمه مباشر. انا هعمل كميه على قد اللي انا هستخدمه مباشر، لو انا سبته في الهواء الطلق فاللبن دي ماده متميعه، سكر بودره ماده متميعه، فهبوط جزء من الرطوبه الموجوده في الجو، فتكتشف انها بعد ساعه بدات تسيح او عليها جزء من الماء او تعرق من الميه، انها مش منضغه على النار. ده كان بقول لك انت تقدر تعمل ده، تجيبه في البيت بالطريقه دي. لو جبت المقادير اللي انا بقول عليها ديت من السكر البودره وال لبن البودر والطحينه وخلطتهم كويس قوي بالمعلقه بتاعتك في البيت، هتوصل لطعم الطحينه وجرب واعتقد هتشوف النتيجه. ايضا من ضمن المواد الخام اللي بتدخل في التصنيع وهي عباره عن الطحينه البيضاء. ده شكل الطحينه، كلنا بنعرف الطحينه بنستخدمها في البيت حتى في البهارات المنزليه على السلطه زي ما احنا عارفين. كتير جدا من السلطات اللي هي بتنتج من السمسم، تعتبر الماده الاوليه في صناعه الحلوى، بتستخدم من حبوب نبات السمسم المنشور التي تمتاز بجفاف الزيت. بقى خد بالك قوي من التعريف اللي انا بقوله دوت. ليه؟ لان في سمسم انا هعمل له عمليات تجهيز وطحن عشان اوصل منه للطحينه، وفي سمسم انا هعمل له عمليات تجهيز عشان اوصل للزيت. خلي بالك. تاني، في سمسم انا هوصل منه للطحينه، في سمسم انا هوصل منه للزيت. السمسم اللي انا بوصل منه للطحينه هو ده تعريفه. لما اجي اقول اذكر، بيجي سؤال اذكر ما تعرفه عن الطحينه البيضاء، لازم تقول له هي الماده الاولى في صناعه الحلو. طب تنتج من ايه يا مستر؟ من حبوب نبات السمسم المقشوره. خد بالك من النقطه دي، المقشوره، لان غالبا الحبوب الاخرى اللي انا هطلع منها الزيت قد لا يتم ليها عمليات تقشير. تقدر نسبة بقى الطحينة ب 75% من بذور السمسم اللي أنا هستخدمها. يعني لو أنا جبت كيلو من السمسم، ففي النهاية الطحينة اللي أنا هطلعها منه أو الناتج اللي هيطلع من الطحن قد يصل إلى 75% من قيمة السمسم اللي أنا مستخدمه. فركز قوي في النقطة دي وتبقى أنت واخد بالك قوي من التعريف. أول بدايات عمليات الاستخلاص أو إن أنا أطلع بقى الطحينة إزاي من السمسم، يعني عندي سمسم أبيض عايز أطلع منه إيه؟ طحينة. في مراحل، في حاجة اسمها مرحلة الإعداد أو التنظيف والتقشير، دي مرحلة على بعضها تحتها خطوات، خلي بالك. في مرحلة اسمها التحميص وتحتها خطوات. بعد كده
بتاع ده ان اوصل ان انا اعبي بقى الايه الطحينه بتاعتي. كل مرحله من تحتها خطوات. فلما اجي اقول تنظيف السمسم وتقشيره، السمسم الاول يدخل عندي في المصنع او في المعامل حسب ما انا شغال، اوريك كده الشكل بتاعه، فيدخل في احواض زي اللي انت شايفه، وتبدا تعمل ليه عمليه تنظيف. تنظيف ازاي؟ ان انا يا اما ادخله على مناكل وغراب دقيقه جدا فتعدي الشوائب الاقل من حبه السمسم، ويبقى لي السمسم فوق اعلى وتطلع لي الشوائب الصغيره الدقيقه اللي اقل من حبايه السمسم، او نعمل عمليات هز. غالبا بتبقى السيور المثقبه دي بتبقى هزازه عشان تخرج الاتربه او الشوائب اللي موجوده فيه بذور السمسم بتاعي. بعد كده لازم اعمل له عمليات نقع فيه الاحواض، لازم انقعه في الماء. وهنقعه ليه يا مستر؟ عشان عايز افصل القشره بتاعته تاني. وحبايه السمسم الصغيره دي يا مستر افصل القشره بتاعتها؟ اه نفصل واوريك بتتفصل ازاي. وهتقول لي بيجرى بواسطه غرابيل للتخلص من الاتربه وشقلبها. انا خلاص اول خطوه فاهمها ان انا السمسم لما بيجي عندي الى المعامل او المصانع بدخلها على غرابيل هزازه. الغرابيل دي بتبقى مثقبه ثقوب ضيقه جدا اقل من حبايه السمسم عشان تطلع لي الاتربه وان كان في شوائب عالقه مع حبوب السمسم في الاول. بعد كده بنقلها لاحواض غمر بتنقع في الماء لمده من 7 الى 12 ساعه. تاني هتجيب بقى السمسم ده هتنقعه في احواض من الماء تفضل فيه تقريبا من 7 ل 12 ساعه حتى تنتفخ. هسهلك الموضوع عشان انت ممكن تكون عملت ده في الفول وما عملتوش في السمسم، وما حدش فينا بيعمله في السمسم اعتقد عندنا في المنازل. لو انت عايز تعمل فول بتاعك او تعمل فول مفصوص وعايز تطلع فول تعمل له عمليه تنبيت، فانت بتجيب الفول تنقعه في الماء لمده يوم، بيكون النتيجه ايه؟ ان الفول بتاعك ده بيكبر في الحجم نتيجه امتصاص بيتشرب جزء من الماء، والقشره بتاعتي يبقى سهل ان انا اخرجه منه. هو التشبيه مع الفارق ان السمسم هنقعه فيه الاحواض بتاعتي من 7 الى 12 ساعه، هتكون النتيجه بتاعتي ان السمسم ده هينتفخ بيه الماء زي ما انت شايف الاحواض اهيت، وبعد كده هيبقى جاهز ان انا اعمل له عمليات ضرب اتخلص من القشور بتاعته. بدي بعد التصفيه من الماء بتجرى عمليه التقشير باستخدام اله من الصاج المستدير زي ما انت شايفها في الشاشه معانا، قطرها 1.75 من المتر، ارتفاع 1.5 متر، جواها بقى ريشه باربع اجنحه في الاسفل عشان تفرغ وباب من الاسفل عشان يفرغ السمسم. تاني عشان اقرب لك الصوره ازاي، الحاله اللي انت شايفها قدامك دي بعد ما نقعت انا السمسم باخده بعد النقعه وادخله جواه وابدا اعمل عمليه ضرب وتقليب للسمسم اللي موجود. فيقوم السمسم المنتفخ ده يخرج من القشره بتاعته. هيبقى دلوقتي الحله فيها ايه يا ولاد؟ فيها سمسم مع القشور. هقول لك طلع لي السمسم لوحده من القشور. هتقول لي ايه ده؟ ايه يا مستر بتقول ده؟ ده عمليه يعني تبدو ليها مستحيله ان انا اجيب كميات سمسم والحبايه صغيره قد كده بعد ما طلعتها من القشره بتاعتها والاثنين مع بعض، هقعد انقي الحب ده عشان اطلع الحب لوحده والقشر لوحده؟ اقول لك لا. اقول لك اكتشفنا طريقه كويسه قوي تفصل القشور عن البذور. بيقول لي بينقل بقى السمسم بقشور. السمسم اللي هو تم ليه عمليات ضربه في الاحواض ديت بقى سمسم على قشور. بناخده في احواض ثانيه زي ما انت شايفها اهي قدامك بينقله في الحوض اهو. حوض مستدير ارتفاعه 1.5 متر والقطر بتاعه متر مملوء بمحلول ملح. اكتشفنا ان المحلول الملحي بيخلي البذور تعوم عن الوش والقشور تتلصق للقطر. تاني انا ماشي معاك واحده واحده عشان ما تتوهش منك. جبت السمسم في المعمل او المصنع، اول حاجه اعمله ايه؟ ادخله على غلابيل هزازه تطير الاتربه منه والشوائب. بعد كده اغمره في حلل من الماء، اسيبه 7 ل 12 ساعه هيمتص الميه، القشره دي هتنتفخ. اخده تاني ادخله في حلل تانيه فيها مقلب عشان تضرب القشور، تضرب البذور دي فتطلع لي البذره من القشره، فيبقى المخلوط كله عباره عن بذور وقشور. اخد المخلوط ده تاني واروح مدخله عندي في حوض اخر عشان احط نحل من الملح
فالمحلول ده يعمل ايه؟ المحلول ده هيرصب لي القشرة في الاسفل والبذرة في الاعلى، فابقى سهل ان انا افصل البذرة عن القشور. بنهاية الخطوة دي بنكون وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.